واحد من أبرز وأهم وأكبر وأقوى نجوم الكورة في مصر، كابتن منتخب الزمالك السابق كابتن أشرف قاسم. أهلا 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 يا كابتن أشرف. اهلا بيك يا استاذ يوسف، عامل ازاي ايه يا كابتن؟ حضرتك؟ ازاي الحمد حضرتك؟ لله كله تمام؟ الحمد لله، نحمد ربنا الصحة حلوة الحمد لله. الحمد لله في نعمة يهمنا الحمد دايما لله. نطمن عليك، قول لنا الله أخبار يبارك. الانتخابات ايه عند كابتن أشرف قاسم يا نجم مصر؟ والله بص، الواحد في قمة السعادة من في المشهد الانتخابي الأخير ده، يعني في رقي في التعامل من الناس كلها، في انضباط، في التزام، في سعي ان كل واحد يمارس حقه الدستوري، وده يمكن اللي طلبه مننا سيادة الرئيس في كل الأوقات في الفترات الأخيرة، إن كان بيطلب من الناس إن انزل وقول رأيك واختار اللي أنت عايزه، ودي مهمة جدا برضه، ودي إن إحنا أنت تحس إن أنت ليك صوت، بتبقى موجود وبتقول اللي أنت عايزه واللي أنت شاعر بيه. الواحد شاعر بحاجات، يعني حاجات كبيرة جدا وجميلة جدا في الفترة الأخيرة، وكلها محسوسة. الناس مستعجلة شوية، عايزة كل حاجة كويسة في نفس الوقت وبسرعة جدا. برضو اللي في عمرنا ممكن غير الشباب اللي طالع دلوقتي، يعني احنا شفنا حاجات كتير جدا كنا نتمنى ان هي تبقى موجودة زمان، لقيناها موجودة دلوقتي. ولادنا واحفادنا وكل الشباب اللي طالع هو اللي هيحس اللي احنا بنقوله دلوقتي. في تسرع شويه في النتائج، لكن الاحساس هيوصل للشباب. وانا سعيد جدا النهارده حتى في المقر الانتخابي بالكم الكبير جدا من الشباب اللي موجود واللي بيسعى ان هو يروح عشان يدلي بصوته ويقول رايه ويقول اللي هو عايزه. فدي من الحاجات الايجابيات اللي احنا شايفينها استاذ يوسف في الفتره الاخيره. يعني بصراحة، يعني أنا ما كنتش متخيل الوضع هيبقى عامل كده. أنا بالرغم إن أنا عندي ظروف يعني في حالتي المرضية، لكن أنا ربنا طمنت إن أنا أكون متواجد أنا وأسرتي النهاردة، يعني أنا وزوجتي وأولادي، وصممنا إن إحنا نروح لازم نبقى موجودين، ودي ما كناش بنعملها زمان بصراحة، يعني بكل صحيح. أمانة. لكن الإحساس إن أنت في مسؤولية، زي ما طلب مننا سيادة الرئيس برضو، ان انت المسؤولية مش عليه هو لوحده، لا على الكل، ولازم المساندة. والصراحة اللي سيادة الرئيس بيتكلم بيها مع الشعب كله، وبيحاول ان هو يوصل لنا ايه الحالة بتاعت البلد وايه اللي عايز يعمله للبلد، ولازم نستحمل ولازم نضحي. ففعلا دي حاجات حقيقية واضحة في وش الناس كلها. يعني انا لما كنت دخلت الناس كلها في ابتسامه في وشهم، في امل موجود عندهم، نفسهم ان هم ان شاء الله هيتحقق، وباذن الله هيتحقق. واحنا شايفين في حاجات كتير جدا الفتره الاخيره، يعني انا مش عارف طبعا، انا يعني ماليش في السياسه قوي، لكن انا شايف ان في تقدم كبير جدا في مجالات، وخصوصا البنيه الاساسيه اللي احنا كنا محروم منها. ما هو دي مش اللي محتاجه موجود. سياسه يا كابتن، انت مصري. والله يعني الواحد بيقول اللي بيشعر بيه، بالظبط يعني مش اكتر ولا اقل يعني. لكن بالظبط. حتى كمان في المجال الرياضه في حاجات كتير جدا، يعني وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيقوم بواجبه على اكمل وجه، ودي برضه دي برعايه سياده الرئيس، يعني توجيهات سياده الرئيس ان يبقى فيه الاهتمام بالشباب. وسيادة الرئيس على فكرة مش بيهتم بالشباب بس، اهتمامه بالشباب زي الكبار السن، زي الاحتياجات الخاصة او القدرات الخاصة. فالناس كلها حاسة ان في، او جزء كبير جدا حاسس ان في حاجة بتتعمل صح. فنتمنى ان يبقى في مساندة من الناس كلها، علشان كل واحد كان بيتمنى حاجة او بيحلم بحاجة ان شاء الله تتحقق، بس مش هتتحقق بسرعة. يعني لازم برضو ايه، لازم نبقى عارفين ان الامور كانت صعبة جدا الفترة اللي فاتت، طبعا بنمر بظروف اقتصادية صعبة جدا. الاوقات اللي احنا مرت علينا الكورونا، وطبعا الحرب اللي كانت في اوكرانيا، والظروف الصعبة جدا 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 فلسطين، على كل الشعوب العربية في فلسطين، برضو لازم نبقى عندنا برضو شعور واحساس إن سيادة الرئيس في كل الجبهات، الحكمة اللي قام بيها سيادة الرئيس والحكومة عندنا في الحالة بتاعت أو الوضع بتاع فلسطين، أعتقد يعني دي حاجة، يعني حاجة إحنا
نفتخر ان احنا عندنا شخص حكيم ويقدر ان هو ياخد قرار صح، وان هو قدر ان هو يحمي بلدنا بالشكل ده. صحيح. فيعني كل التمنيات ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان كل الاحلام اللي كل الشعب بقى من صغير وكبير انها تتحقق باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. باذن الله يا رب. انا بشكرك جدا يا كابتن، ومصر كلها بتحبك وبتتمنى لك كل الصحه ودوام الصحه والعافيه دايما. كابتن اشرف قاسم نجم الزمالك وكابتن منتخب مصر السابق، نورتنا وشرفتنا، وزي ما قال كده انا بتكلم كراجل مصري